هدول عم بيبيعوا الوطن، اسمح لهم يعني؟ طبعا لا، بس فكر فينا انا ونور. ما انا لانه عم فكر فيكن اجيت على اسطنبول. بابا شوف شرطة. يا الله تركونا نروح بلا ما توقفونا. ما لقيتوا سيارة غيرنا توقفوها؟ انت عسكري ما رح يحكوك شي. يلا. احمد انتبه. ماما اسمعوني منيح شو عم بقول، اوعكم ترفعوا راسكن. بابا مشان الله من شي. بنتي معلم عم يهربوا. لا تخلوهم يهربوا، اوصوهم موتوهم كلياتهم. انت منيحة نور؟ اكوطي راسك، اكوطي راسك. بابا فاتن، فاتن ردي علي، ردي علي، احكي اصحي نور حبيبتي. بابا بابا شو صار للماما؟ ليش ما عم ترد علينا؟ لا تخافي حبيبتي، بابا ساعدنا. تحملي بنتي تحملي، قيتي شوي، لا تخافي. ايه احكي لي إليف، بشو عم تفكري؟ احكي. بعرف إنك ما رح تصدقني. طيب أنت شو بدك؟ جربي حظك معي. أنا كان معي حق. بأي موضوع؟ بموضوع فايزة. رجعنا لهالقصة؟ سمعتن وهنن عم يحكوا، نيناتن عندن مشاكل معك. لهيك أنا عم قلك، بهداك الوقت كنت شاكة، بس هلأ أنا متأكدة. أبو لإلكر كان مدير دار الأيتام تبعها، وأبو فايزة كان موظف فيه. فهمت هلأ؟ وأنت منين بتعرفي هالمعلومات؟ أنا تحققت من الموضوع وتحققت مرة تانية، طلع كلامي صح. والأسوأ من هيك. شو؟ شو الأسوأ من هيك؟ ها؟ معتبرينك المسؤول عن موت أبهاتهم. شو؟ أنت عم تمزحي؟ ليش عم تضحك؟ أنا عم أحكي عن جد. كانوا عم يحكوا إنه بدهم ينتقموا منك، فهم بقى؟ عاكف عم يلوموك لإلك. ما بعرف، بس صعب صدق هالشي. قلت لك سمعتهم بأدني، ليش لحتى اكذب عليك؟ الو اهلين احمد. عاكف تعرضنا لهجوم، هجموا علينا فجأة. الحانة الله يخليك، مرتي تصوبت. شو عم تقول؟ وينك انت؟ أنا جنب بولوس، طلعت على الأوتستراد، نحن بمنطقة بادش. ماشي قربت أصل لعندك، لا تخاف. قدام شوي في جامع، جامع أخضر. طيب طيب أنا جاي. يلا شو اللي عم يصير؟ أحمد تعرض لهجوم، خبري الفريق خليهم يجوا فورا، واتصلي بالإسعاف. يا رب تكون معنا. تمام رح نتحرك فورا. وين أنتو؟ إيه ماشي عرفت، يلا طالعين. خير أخي إلكر،
مو رفيق عاكف جاي؟ ايه تعرض لهجوم. بالله ليش واقفين؟ خلينا نمشي. يلا 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 يلا, يلا. بسرعة. فاتن فاتن تحملي وانتي كمان بنتي اهدي شوي. عاكف شوي وبيجي رح يجي ويساعدنا. خذ البنت وروحوا من هون. بابا بتنشك لا تترك امي لوحدها. ما رح اتركها مستحيل اتركهم. هات الشنطه اللي بايدك وخذ مرتك وبنتك وروحوا من هون. ولك انا بعطيكم روحي ولا بعطيكم الشنطه. اسمعتوني يا قليلين الشرف، ما رح تقدروا تاخذوا شيء. انت هيك حكمت على مرتك وبنتك بالموت. يلا يا عاكف يلا يا سبع. وينك لهلا؟ تفضل. يسلم. لسه في كتير؟ قربنا نصل. ماما اهدي شوي كل شي رح يخلص. ماما فاتن اتحملي ارجوكي. هذا الحقير ما رح يستسلم، صار لازم نقتله. روح من هاي الجهة وأنا رح روح من الجهة الثانية. غطيني. ماما تحملي شوي. فاتن شدي حالك، لازم نتحرك من هون. انت روح أحمد. مستحيل، أنا ما بتركك، لازم نطلع سوا. ما بقدر. بتقدري بنتي. ليكي اسمعيني، لما بعطيكي اشاره بتركضي ماشي؟ شايفه الشجرات اللي هنيك لهنيك؟ خذي الشنطه معك. يلا. طيب بابا. يلا ماما. يلا فاتن. يلا بنتي. يلا ماما. اركضي. احمد احمد اركضي. تعالي روحوا لا توقفوا روحوا. بابا تعالي يلا بسرعه. عملتوا انتوا بسرعه. اركضوا. تعالي معي بابا. ولك اركضوا بابا. تعالي يا عم. بقلبه شو عنيد؟ والله هلكنا يا معلم. شو ما صار لازم ناخذ هالشنطه منه. ايه انت لهيه. معلم مشي الحال. ماشي انا رح اخذ الشنطه. معلم في حدا اجا. بهذا المكان
اطلعوا لك اطلع استسلم استسلم وينه احمد؟ على الارض ما بعرف معلم صار عددهم كبير كتير لازم نهرب رح اتحرك من هون لاخذ الشنطه انت لهيون وانا رح جيبها بسرعه واجي عاكف وين رفيقك؟ ما بعرف احمد احمد وينك انت؟ عاكف انا هون يا عاكف الحقني بسرعه انا تصوبت يلا يا عاكف يلا استعجل احمد حمل شوي بس شوي